السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله كلكم زينين. أصدقائي، هاليوم راح نسوي بورق الصينية باللحم. هذا اللي دا تشوفوه أمامكم، فتعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة العمل. نحتاج هاليوم لوصفتنا البورق باللحم. أول شيء عندي هنا اللحم، خليته على النار، طلعته من الفريزر. هذا اللحم خليته على النار، راح اضيف له عندي هنا بصله واحده مع سن او فص ثوم واحد، راح اخليهم ويا اللحم الى ان ما يستوي اللحم ينضج عندي. بعدين راح اضيف له باقي الخضره اللي احتاجها والملح والبهارات والفلفل الاسود. بعد ما نضج اللحم راح اضيف له عندي هنا طماطه واحده مشرومه، اضيف له ملح حسب الكميه حسب الرغبه، اضيف له نصف ملعقه طعام فلفل اسود، اقل من نصف طعام سبع بهار، اضيف له واخلطهم هذه المواد كلها. راح اضيف ايضا عندي هنا البازاليا، طلعتها من الفريزر هي وفلفل احمر وياها، راح اضيفها فوق اللحم ايضا واخليهم على النار الى ان تنضج عندي البازاليا. ارفعها من النار واخليها مكان بارد حتى تبرد، اغطيها واتركها وارجع لكم. عجين البورق هاليوم اللي راح اسويه للبورق باللحم، عندي هنا 4 اكواب طحين، اخليها عندنا بالعجانة. عندي ملعقتين كوب ملح او ملعقتين شاي ملح، عندي بيضة واحدة، احاول اسوي شوية اخليها بالوسط تصير البيضة. عندي نص كوب حليب دافي بحرارة الغرفة، عندي هنا نص كوب زيت ايضا راح اخليه اضيفه، اضيف قليل من المي مو كثير، يعني حوالي نص كوب مي كبداية، وراح ابدي اعجن المواد. ولازم تكون العجينة هشة طرية، يعني ما اريد عجينة قوية. هسه راح اعجن هذه المواد وارجع لكم. بعد ما انتهيت من تحضير العجينة وخليتها شوية ترتاح، لازم العجينة تكون بهذا الشكل مطاطية شوية لي يعني هشة، بس دهنت ايدي بالزيت. راح افرغ العجينة هنا عندي واقسمها. احاول اقطعها قطع مو كلش كبيرة، يعني هذا الحجم سويها كل قطعة هذا الشكل، اخليها بالزيت واتركها عندي هنا بالصينية اللي جهزتها على جهة. استمر كلهم نفس العملية. خليها بالزيت، اتركها بالصينية، وهكذا كلهم نفس العملية. بعد ما قطعت العجين لوثتها وغمستها بالزيت وتركتها ترتاح عندي بالصينية، اخذ عجينة من هاي العجاين اللي خليتها بالزيت اخليها افتحها شوية هذا الشكل، اخلي عليها عندي هنا زبدة مذابة، اخلي عليها شوية من الزبدة المذابة فرشة عليها كلها، بعدين احاول اسحبها كلها
بنفتحها بهذا الشكل من الوسط واروح على الجوانب. بكل سهولة دا تيجي العجينة، بس يعني حذرة لانه ما اريدها تتشقق. هاي العجينة نفسها نقدر نحشيها، نسويها باللحم او بالجبن اللي نريده. اخلي لحم احاول افرشها عليها كلها بالتساوي هذا الشكل، وأبلدي بالبرم بيها. أغلقها كلها وألفها هذا الشكل وأخليها بالصينية أو القالب اللي عندي. هذا القالب خليت بيه زيت وأخليها بالوسط حتى أجيب القطعة الثانية بالوسط. أخذ قطعة أخرى كل ما يكون زيت بالسطح او البورد اللي عندي افضل. نخلي اللحم دي ألف حاول اشيلها. اجيب الصينية الفها حول هذه اللي عندي هاي الطريقة. اخذ بعد قطعة واستمر بها كلها نفس العملية وارجع لكم.
مثل ما دا تشوفون انتهيت منها، بس راح ادهنها بالبيض اللي عندي هنا واخليها بالفرن درجة حرارة 250. بس اخليها بالفرن وارجع لكم. اصدقائي هكذا انتهيت من برق اللحم بالصينية بعد ما طلعته من الفرن. هو ها قطعت قطعة من عنده، هو هذا شكله. اتمنى يعجبكم وتجربوه. ألف عافية مقدما، وأترككم بأمان الله إلى أن نلتقي في فيديو آخر. شكرا جزيلا للمشاهدة.